وطيب هنعرف اكتر من خلال وجود الكابتن الكبير كابتن خالد بيبو مدير اكاديميات النادي الاهلي. يا كابتن خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا عمر. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ وحشنا يا كابتن كتير. الحمد لله. وانت كمان يا حبيبي. ربنا يخلي حضرتك كابتن. ربنا يخليك يا كابتني. يعني دايما من نجاح لنجاح. موسم ماضي ناجح من وجهه نظري، من وجهه نظر كل اللي بيتفرج على اكاديميه النادي الاهلي، لكن دايما يا كابتن خالد يعني الموسم اللي بعده بيكون اصعب. النجاح اللي بتحققه عايز تحافظ عليه، فعايز اعرف بقى من حضرتك الاجتماع اللي دار بين حضرتك وبين الكابتن محمود الخطيب قبل كده، وبالتالي رؤيه حضرتك الفنيه اللي نقلتها لمدربي الاكاديميه والاستعداد للموسم القادم. الحمد لله يا عمر. طبعا انت بتقول نقطه مهمه جدا. الحمد لله يعني قدرنا نحقق نجاح بنسبه معقوله جدا، وان شاء الله نتمنى السنه دي ان احنا نعمل حاجه احسن. عملنا حاجات كتير قوي، تطوير خلال الاكاديميه، تطوير البنيه التحتيه زي ما بيقولوا، غيرنا جاري تجهيز طبعا ملعب مدينه النصر بالكامل، ان شاء الله يعني هنتمه قريب جدا، والمبنى الاداري كمان بيخلص ان شاء الله هنتمه كمان قريب جدا، حتى زايد اشتغلنا فيها وطورنا من غرفة الاشتراكات وطورنا حاجات كتير جدا. ده بالجزء اللي هو بيقولوا ايه التجهيز. تمام. رحنا بقى كمان للنقطه الثانيه، الشغل الفني. البرنامج كله متغير عن السنه اللي فاتت، برنامج جديد خالص متطور. كابتن عبد الباري كان لسه موجود في هولندا ولسه راجع، راح خد الحاجات الجديده كلها على البرامج الفنيه، وان شاء الله هتنفذ بشكل محترم جدا. غيرنا كمان التيشيرت الرسمي بتاع الاكاديميه، وبصينا طبعا للخامه بتاع التيشيرت حسناها بشكل كبير جدا، غيرنا الديزاين خالص بتاع اللبس، سواء التيشيرت الشورت الترنج بتاع الاولاد، فاشتغلنا على كل الاطراف بتاعت العوامل النجاح للاكاديميه. ان شاء الله كده السنه دي كمان عاملين شويه حاجات كده في البرامج بتاع التدريب، وكمان حتى في الدوري الداخلي السنه دي هنفرد له وقت اكبر ومساحات اكثر. احنا الحمد لله لازم نبلغ الناس برضو ان احنا السنه اللي فاتت عندنا فوق ال 36 ولد من الاكاديميه في قطاع الناشئين. ان شاء الله السنه دي ان شاء الله نامل السنه الجايه يبقى العدد اكبر، وربنا يكرم ان شاء الله يعني بس حاجات طبعا يا كابتن خالد، يمكن انا قلت الهدف الاول من اكاديميه النادي الاهلي هو انتقاء المواهب لقطاع الناشئين. الهدف مش ربح، الهدف دايما هو ان احنا نخرج احسن لعيبه موجوده لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. هل حضرتك يعني اكيد طبعا بتبصوا على زياده عدد المواهب اللي موجوده عن الموسم الماضي من خلال الموسم القادم ان شاء الله؟ اهم حاجه بالنسبه لنا، انا اول يوم توليت المسؤوليه عن الاكاديميه كابتن الخطيب قال لي ثلاث يعني حاجه في مجمل الموضوع كله. الاكاديميه دي دورها فني فني فني، في الاخر ما تخسرش. مش احنا مش فاتحين مشروع استثماري بندور على مظبوط يا كابتن، احنا بندور على مجموعه المواهب اللي موجوده في كل المحافظات، موجوده بتاخد مساحه اكثر، يقدر يتجهزوا عندنا بشكل مختلف عن قطاع الناشئين. طبعا في فرصة عندنا ان هو ياخد وقت اطول، ياخد مساحة اكبر، يخش في منافسة في الوقت المناسب، يتجهز اكتر، لان انت عارف الاولاد الصغيرين بيبقوا في مواهب وفي ناس بيبقى محتاجة ان هي تشتغل عليها وانت تركز عليها وتديها مساحة اكتر من التمرين. ده بيقدر يتوفر عندنا لغاية اما ان شاء الله بيبقى يسمح له التوقيت ان هو يكون موجود في القطاع الناشئ، ياخدوا الكابتن فتحي والناس المسؤولين عن القطاع الناشئ. احنا عندنا تجهيز بشكل محترم للولاد اللي ممكن ينفعوا النادي. كابتن خالد عايز اعرف من حضرتك، هل هيتم انشاء فروع جديده داخل مصر في الموسم القادم ولا لسه الموضوع تحت الدراسه؟ ده بالنسبه لجوه مصر. اما خارج مصر والمشروع الافريقي، هل في اي جديد ممكن نعرفه من حضرتك؟ بص، بالنسبه لداخل مصر احنا خلاص تقريبا بنجهز منطقتين خلاص هنشتغل فيهم، المنوفيه الاستادات طبعا على طريق مصر الاسكندريه، مكان كويس وسط في كذا محافظه رابطين في المكان ده. صراحه يعني الملعب مجهز بشكل كويس، حتى الناس اللي هم الشرطه معانا في المكان
بيجهزوا، هيبقى في باصات محترمه للولاد، عاملين شويه حاجات كويسه جدا، وان شاء الله هندعوكم قريب تبقوا موجودين معانا. طبعا يا كابتن. وده خدنا موافقه طبعا من الكابتن الخطيب. طبعا. وخلاص بنتحرك على الشرقيه، خدنا موافقه وان شاء الله هنبقى قريبين جدا في الشرقيه، فهندخل بسرعه معانا كده في الشغل محافظتين تاني، ولسه في تجهيز طبعا. في عندنا عروض من محافظه هنا، وفي عندنا عروض من بني سويف، وفي عندنا من الفيوم، وعندنا من دمياط، عندنا كذا حاجه، بس احنا داخلين بالراحه مش مستعجلين ان احنا نقعد نفتح فروع كتيره، بغض النظر عن الهدف الفني، ان احنا نفسنا ان احنا نفتح حاجه كويسه تليق باسم النادي الاهلي، وتليق ان احنا نقدر نعمل في المكان الاكاديميه بالشكل اللي احنا عايزينه، بالمواصفات اللي احنا عايزينها، فعشان كده احنا مش مستعجلين، اللي بتبقى جاهزه ونقدر ان احنا نشتغل عليها بنشتغل على طول. بالنسبه لافريقيا ده مشروع كبير جدا. طبعا يا كابتن. مشروع كبير وتجهيزه مش بالسهوله اللي الناس فاكراها، لا ده انت رايح اماكن صعبه جدا الشغل فيها، لازم تتجهز بشكل كويس جدا عشان الفكره تنجح. مش صح. الفكره ان انا رحت وانتشرت وموجود وفي الاخر الاقي المشاكل، فاحنا بنحاول كل المشاكل اللي ممكن تقابلنا في الاماكن دي ونحلها الاول قبل ما نبقى متواجدين، انما قريب جدا هتلاقينا متواجدين في كل عالم يعني، على فكره احنا مش عندنا بس مشاريع، احنا عندنا عروض كمان من اوروبا في يعني جات لنا، يعني انا شخصيا جات لي عروض كثيره جدا ان احنا نتحرك، بس كل الشغل كويس جدا، ويعني مش عايز اقول لك يعني احنا عارفين يعني اللي جانا طبعا محترمه جدا هي اللي بتشرف على المشاريع دي، وان شاء الله ربنا يكرم انها تطلع للنور بشكل قريب يعني. كابتن خالد بتمنى لحضرتك كل التوفيق، ودايما من نجاح لنجاح، ودايما اكاديميه النادي الاهلي تكون مميزه واكثر من الموسم الماضي ان شاء الله، وربنا يعينك يا كابتن خالد، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا.